كل الألمان. الألمان لما دخلوا يوم 5 الفجر كده كانوا جايبين أجهزة وبيقيسوا الطيارات بتاعتهم. فراحوا جايين لي قالوا لي احنا عايزين نعمل مدرسة شراع هنا ألمان. مدرسة شراع في دهب. يعلموا فيها الشراع، ركوب الشراع ولا؟ الشراع. الوينسيرف. الوينسيرف. فأنا ما أعرفش الوينسيرف يعني إيه. وفجأة قاسم الهواء بتاعه مع مدار السنة طلع لدهب صيف وشتاء فيها هواء 288 يوم. 288 يوم هواء. ده معناه انه هيشجع الرياضة دي، الرياضة الشراع. وبناء عليه دخل الألمان. وبعدين ده كان سنة كام تقريبا؟ سنة كام تقريبا؟ 93 بدأوا يفكروا في رياضة الشراع هنا. هم راحوا كذا مكان في الغردقة وكله ولو أنسب هوا ليهم هنا. وبناء عليه الرياضيين جاي شركة إنجليزية تانية عملت مدرسة، جاي شركة روسية عملت مدرسة، اليهود مشى لأن اللي يحب دول يحب دول ولا دول يحب دول. أيوة. أول ما ندور ودخل سياحة ألمانية إنجليزية روسية في دهب. دهب. والحمد لله ما زالت المدارس قائمة موجودة، ما زالت الشراعة المرسوسة هي. اللي هي دي بتطلع ودي مدرسة، يعني دي مدارس تعليم رياضة الشراع. خدت بساعتك. وهنا بقى المنزل والمطلع بتاع الشاطئ أساسا محمي باللاجونة. اللاجونة دي حميات. يعني ايه اللاجونة؟ اللاجونة دي عبارة عن جزيرة موجودة قدامنا بس هناك في الجنب الشمال. اللاجونة دي بقى تلقي الموج بره 5 متر وهنا زي النيل. زي حمام السباحة، تعمل زي مصد طبيعي. نظرية بليسيبس، نظرية بليسيبس لما عمل القنابل عمل حاجز موج 10 كيلو جوه البحر الأبيض. الكنال يبقى هادي زي الترعة كده والبحر هايج 5-6 متر الموج. بس ده رباني، انما التاني سبحان الله سبحان الله. دي الحماية الطبيعية والمصد الطبيعي اللي مخلي الشط هنا عجيب كده.